انا هاخدك لسؤال تاني برضو، اعتقد ان انت هتكوني مهتمة بيه. يعني فكرة كمان عودة، مش عايزة اقول المسلسل الديني والتاريخي، طبعا. ولكن العودة كمان بالمحتوى، يعني عودة، يعني ان نعود ونعود بمحتوى احنا محتاجينه. رسالة الامام، وطبعا الائمة الاربعة منهم الامام الشافعي، وانه المواطن البسيط او المشاهد البسيط يعرف كمان، يقترب أكثر من الإمام صحيح. ويعرف الفكر في هذا الزمن تحديدا. فرأيك إيه في هذه العودة، نسميها دينية تاريخية أو نسميها مسلسل بهذه القوة؟ اختيار الإمام الشافعي أصلا شخصية أنا بشوف أنه اختيار مهم جدا، هو رابع الأئمة ولكنه أيضا المعروف بالوسطية، بعد يعني حالة من الاجتهاد وإعمال العقل ورحلته سواء بين مكة والعراق ومصر. فالمسلسل هو مش سيرة ذاتية عن الإمام، لأن بعض الناس بتحاسب العمل طبعا كأنه سيرة ذاتية عن الإمام، وعن هو حقبة الحقيقة عن معينة. حقبة معينة أو الفترة اللي هو وصل فيها مصر، وهو شايف إيه، كأنها صور متناثرة اللي كان بيشوفه من الحياة في الفسطاط في هذا التوقيت. صحيح. جزء منه كان شغل إن هو بيشتغل على فكرة التدوين، ودي كانت فكرة مهمة جدا حتى في الحلقات الأخيرة، هو بيفكر يعني هو التراث ده اللي هو بيسيبه، التدوين ده مهم جدا إن هو يسجل لما للناس اللي جاية بعد كده والأجيال القادمة، هو حفظ هذا التراث. من خلال ده أنت بتنسجي، يعني هو حتى يمكن صناع العمل كاتبين قبل العرض التترات إن ده مسلسل لا يستند، يعني هو واخد جزء من التاريخ ولكن في جزء من الخيال والواقع عشان تعملي دراما. هو جزء كمان لان احنا بنقول احيانا بيبقى في شخصيات دراميه هي شخصيات احاديه، انت مش هتلاقي عنده صراع، مرات صراع عاليه قوي، وهتلاقي ان هو شخص شديد يعني سوي جدا، فصعب هنا دراميا تشتغلي عليه. ده يعني بيبقى صعوبه تناول مثل هذه الشخصيات زي شخصيه طبعا. الامام الشافعي، وانتي عشان كده لخلق هذا النوع من الدراما فانا بشوف ان ده تحدي كبير جدا اللي بيكتبه. طب كلمينا كمان وانتي في رسالة الإمام تحديدا عن الخبرة المصرية العربية، عشان المخرج كمان. انا طبعا ما ده انا هقول، بس بالظبط. اللي انا بقصده ان هو المسلسل يعني رغم ان هي الشخصيه هنا حاليا بيقول لك دي شخصيه تصلح للدراما ولا تصلح للدراما، ولكن هم قدروا يخلوها تصلح للدراما لان هو الامام بيخوض صراعات داخليه على مستوى اجتهاده هو في الدين، اجتهاده في الفقه، على مستوى الصراعات اللي حواليه وكيف ينأى بنفسه بعيدا عن هذه الصراعات، طول الوقت في شعره ما بينه وبين، فهو عشان كده يمكن كمان خلق شخصيات وقصص حوالين الامام، زي شخصيه عمر عمرو اللي هو بيحب البنت اللي سلمى ابو ضيف، ففي تركيبات كده ابراهيم الولد اللي هو اليتيم اللي هو بيتبناه، هو عاملين خطوط الدراميه للجذب. اما فكره بقى وجود الليث حجه، انا بشوف ان الليث حجه انا الحقيقه بتابع شغله، يعني كمان سواء في السينما واشتغل سينما واشتغل دراما، هو من اهم المخرجين في الدراما السوريه. احساسه بالعمل يعني ده احنا هنا قدام مش هقول بقى لوحات تشكيليه في بصريا، هو كمان مستعين بعناصر فنيه شديده التميز على مستوى الازياء، على مستوى الديكورات، على مستوى كمان عينه الاماكن اللي مختار فيها عشان ترجعي للفسطاط، مش هقول بقى القاهره او مصر، لا الفسطاط في هذا التوقيت، فتختاري حتى ده تصميم الازياء، اختيار حتى الممثلين من كل الدول العربيه مش بس من مصر، يعني هو في كمان تميز، يعني فرح بسيسو في دور الفنانه الاردنيه طبعا القديره يعني طبعا. في دور السيده نفيسه، يعني هي كمان تطفي هاله يعني صح، حالة بادائها كبيرة. بالحاله، صح. التناغم اللي بينها وبين خالد النبوي. فانا بشوف ان المسلسل هو من الاعمال كمان محتاجه تاني في المشاهده، ده مش عمل تشوفيه وانت بتتفرجي على فواصل اعلانات خالص الحقيقه، ده محتاج تركيز لان جمل الحوار نفسها انت كمان محتاجه تسالي عنها. انا هقول لحضرتك كمان ايه، الحكم كمان اللي مش بيقولها. بس الحكم، هو الجزء في ناس احيانا تقول ايه يعني في مغالطات في مش عارف كذا، يا جماعه وانا بالنسبه لي ان انت تقدم عمل تاريخي يثير التساؤلات تخلي الاجيال الجديده تدور عن هذا الشخص، ده بالنسبه لي انا المكسب الحقيقي، ان انا اخلي الاجيال الجديده تبتدي تنتبه ان في شخص اسمه الامام الشافعي. احنا عندنا معروف ان هو يعني الناس بتروح تتبرك بالمقام، الناس يعني له عندنا كمان من اقدر اقول من السطوه الدينيه والحضور القوي للغايه، ولكن ان انت هنا تخلي الاجيال الصغيره تبتدي الأشياء. تنتبه، ده صحيح. بالنسبه لي هو المهم، لان احنا كمان في نقدر نقول بقى في انفصال عن هويتنا الحقيقيه، فان احنا بنقدم هذا النوع من الاعمال انا بشوف ان ده بقى حتميه وفرض عين. يعني احنا زمان كان التلفزيون بيقدم، ده اتحاد الاذاعه والتلفزيون كان بينتج وقطاع طبعا. الانتاج، ولكن للاسف في السنوات الاخيره كان ايه بقى، بنعرضها الساعه 2 بالليل الساعه 3 الفجر ما كانش حد بيشوفها، فبقت الحجه ان هذه الاعمال تتطلب كلفه انتاجيه عاليه، ولكن واحنا ان احنا مش قادرين نعملها دلوقتي، بس الحقيقه احنا قادرين، والامام الشافعي هذه التجربه اثبتت ان احنا نقدر نعملها ونعملها بشكل جيد ونتجاوز اي اخطاء حصلت. والصدى اللي حازه طبعا هذا المسلسل هو طبعا دليل، أكبر دليل على النجاح. انا معي